معي من هنا من لندن مراسل بي بي سي محمد طه. مرحبا يا محمد. إذن أكثر من 30 وفاة في أنحاء البلاد، وهناك حديث عن تطبيق أو تجربة جديدة، ماذا بإمكانك أن تضيف على هذه التطورات يا محمد؟ مرحبا بك نورما. طبعا الحكومة البريطانية ترغب في الخروج من الوسائل التقليدية لتعقب فيروس كورونا إلى الوسائل التقنية لتعقب الفيروس. هذه التجربة التي ذكرتها نورما تجرى حاليا على التطبيق في آيل أوف وايت أو جزيرة وايت، وتقع في القناة الإنجليزي جنوب بريطانيا الذي يقطنها نحو 130 ألف شخص. الفكرة الرئيسية وراء التطبيق أنه يتصل بالنسخ الأخرى من التطبيق على الهواتف الأخرى للأشخاص عن طريق تقنية البلوتوث، وإذا أصيب شخص ما بأعراض فيروس كورونا يبلغ التطبيق بذلك، ومن ثم يقوم التطبيق بإبلاغ كافة الأشخاص الذين خالطهم ذلك الشخص بضرورة أن يعزلوا أنفسهم منزليا ولا يخالطوا آخرين. الحكومة البريطانية ترغب بذلك أن تتعقب الفيروس وتحتوي انتشاره، لكن المعارضة تؤكد على أن الوسيلة الأنجع لتعقب الفيروس هي إجراء المزيد من الاختبارات والزيادة المضطردة في إجراء الاختبارات. وجماعات حقوق الإنسان أيضا تقول إن هذا التطبيق ربما يمثل مساسا بالحريات الشخصية وتعقبا للمعلومات الشخصية للأشخاص. هذه التحفظات على التطبيق ربما تكون عائقا نحو البريطانيين حينما تحاول حكومة إقناع البريطانيين في كافة ربوع البلاد تحميل هذا التطبيق. إليك نورما. شكرا لك زميلي محمد طه.